موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام كافة المواطنين، ولم تسمح إلا بدخول موظفي المسجد في أعقاب اندلاع مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين منعوا فعاليات يوم النفير إلى القدس الذي دعت إليه الحركة الإسلامية. في الوقت ذاته أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي عام 1948 الشيخ رائد صلاح بشرط الإبعاد عن مدينة القدس لمسافة 30 كيلومترا ولمدة 180 يوما. أنهى الأسير أيمن حمدان إضرابه عن الطعام بعد موافقة النيابة الإسرائيلية بتثبيت الحكم الإداري بحقه 4 أشهر بدلا من 6 أشهر، وأن لا تستأنف النيابة الحكم، وبهذا يتم الإفراج عنه في شهر كانون الأول من العام الجاري. في موضوع آخر، انتقد وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعلون المفاوضات مع الفلسطينيين، معبرا عن رفضه إخلاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في نطاق تلك المفاوضات. وقال يعلون أثناء زيارته مستوطنة بوركان إن المفاوضات لن تبحث إخلاء مستوطنات، وعلى إسرائيل الانشغال بخلق وسائل ردع وليس بالمفاوضات. نختم بتطورات الشأن السوري، فقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يستبعد موافقته على عملية عسكرية في سوريا إذا ثبت أن دمشق مذنبة في الهجوم الكيماوي، ولكن بشرط موافقة الأمم المتحدة. ونقلت وكالة رويترز عن بوتين قوله إن روسيا تريد دليل استخدام السلاح الكيماوي في سوريا ولن تتصرف بشكل حاسم إلا بعد تلقي هذا الدليل. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا وطن للأنباء وطن.tv. نترككم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.